السلام عليكم. Welcome in the Netherlands. Welcome in Nederland. قلتوا اكيد زوروها واكيد هتنبسطوا فيها. اسم الحقيقي البلاد المنخفضة تحت سطح البحر. مدينة كاملة غرقت، أكثر من 60% من البلد تحت سطح البحر. هي المروحة اللي ورائي. واو 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 واو. بسكليتات ماكنة. فيها قصص مجنونة مستحيل تلاقيها بمكان ثاني. People there use any drug without police stopping them. أنا بحياتي ما شفت هيك شيء. أما الخط الأحمر فمحو استبدلوه بشارع. Amsterdam is dangerous though. شي ما بيتصدق، من أحلى بلد بالعالم هولندا. طيب كيف أرض تحت سطح البحر وما بتغرق؟ هلأ الأرض المحاذية للشاطئ بتكون مرتفعة حتى تشكل سد لمية البحر، بس الأرض اللي بتيجي بعدها بتكون منخفضة لتحت سطح البحر. بفيديو اليوم حيكون معنا أحمدتو، صديقي العزيز جداً جداً من أيام كتير طويلة. هولندا كان عندها أكبر أسطول بحري بالعالم. ايه؟ كان أسطوله أكبر من أسطول فرنسا وبريطانيا وألمانيا مجتمعات. شو التاريخ؟ القرن 16 والسابع والثامن عشر. حلو. وبهولندا هي بنفسها كمان اكتشفت أستراليا، أمريكا، جنوب أفريقيا. هلأ معدين صديقة تعرفنا عليها اسمها آن هولندية حتى نتعرف أكثر على ثقافة الشعب الهولندي. I welcome you in the name of all the bicycles. Come with me. ليكو كيف اجيت؟ بالبسكليت، كله بالبسكليت. You have to imagine that our capital Amsterdam, yeah, the older houses, the first houses, were built on very swampy earth, like very swampy soil. They used wooden poles deep down in the soil. You see there, it starts to be unstable because the wood can also rot with the... And they stayed there? And they still live there very safely, they think. كتير غريب لما بتكون ماشي وعرفان انه هاي المنطقة اللي انت حاليا ماشي فيها كانت هي بحر. شي ما بيتصدق. Amsterdam is danger zone. كتير منا ما بيعرف انه الفنان فان كوخ او فان خوخ بالهولندي اللي راسم هاي الرسمة هو من هولندا. من هون كان معه امراض عقلية، بجوز منلاحظ هذا الشي من اللوحات اللي كان يرسمها، ومات بالانتحار. Tell me about Holland in 10 seconds. Are you sure? Holland? Because we are in the Netherlands, right? Okay. Holland is actually only 2 provinces out of 12 provinces. The people in the other country, like in the other 10 provinces, they will get angry, for sure. Try it. Where are you like going? Like you, I have an example in front of me. Okay, tell me about the Netherlands in 10 seconds. Yeah, bicycles in the morning you wake up, where to get bicycle first thing. انا هلا قدام ترين ستيشن بباركينج بسكليتات طابقي. شوفوا، مو طبيعي المنظر، مو طبيعي. انا بحياتي ما شفت هيك شيء. عدد البسكليتات الموجوده ما بينعد ببساطة. صار برد وسقيع فجأة، بما انه انت بأوروبا فهذا الشيء كثير طبيعي. هلا هولندا او ذا نيذرلاندز هي الدولة الوحيدة اللي فيها قوانين وطرق للبسكليتات مثل السيارات، يعني بتلاقي شوارع واشارات مرور للبسكليتات مثل السيارات، نظامي، ما في فرق عنهم. هذا الشيء ما موجود بكل اوروبا. I would use it for the bakery to go to my client to work 15 kilometers maybe 3 times a day. Yeah. بسكليتات ماكنه، مو انه لا تلقني بتشقني. Is there any person in your family you haven't I don't have handicapped people in my family. So you know the answer. عدد البسكليتات عن جد كثير رهيبه، لدرجه انه عدد البسكليتات بيتجاوز عدد السكان، يعني لكل فرد في اكثر من بسكليت. I have 4 bikes but you have 4 bikes but the average in the Netherlands is 1.3. How old are you when you have started to do a bicycle? I don't even remember. So very young. شوفوا لي محل هالبطاطا المقلية اللي وراي والزحمه عليه، مكتوب من فوق بطاطا مقليه بلجيكيه. 2 flower bulbs tulips. لا تنسوا ساويت لكم حلقة بتجنن عن الزهور بهولندا، بتلاقوها بصندوق الوصف. 2.5 مليار زهرة. هولندا أكبر بورصة لتداول الزهور بالعالم. أمستردام هي أغلى مدينة بموضوع الباركينج بالعالم. الساعة واحدة ب7.5 يورو،
أما المخالفة ب 65 يورو ممكن توصل ل 109 يورو إذا أنت كنت مصافي في منطقة بالأصل ممنوع الصف فيها. وعندهم نظام المخالفة كتير عجيب، عبارة عن سيارة بتمشي فيها أربع كاميرات وهي عن طريقة بتعرف إذا السيارة دافعة باركينج ولا لا. The different windmills. هاي المدينة كتير روايات بتقول إنه الطاحونة هون مبنت، واللون الأخضر الداكن اللي هو الخرون الزانس هون منشأه كان بمدينة زانس. لون البيوت هذا اللي شايفينه لون الأخضر بنلاقيه موجود بكل المدينة، بتلاقيه هيك لون أكابري مرتب من عالم وناس ما بيكش ما بيحل على الغسيل. حلوة الدعابة. طبعا الهدف الأساسي من الطاحونة الهولندية هو تجفيف الملوخية، بيحطوا كانوا ملوخية بينشروها هيك بالأراضي وبيشغلوا هالطواحين وبعدين بيشتغل سفر الملوخية. عمزح معكم يا حريشكم، يلا شيلوا المزح جنب. الهدف الأساسي من الطاحونة هي المروحة اللي ورائي، بسبب الهواء والرياح بتولد حركة ميكانيكية توصل لمسننات جوا الطاحونة. كان الاستخدام الأساسي لها هو يساوي عن طريق طحين، وكمان لاحظت إنه في طواحين كانت تستخدم بالخشب، ففي لها كذا استخدام عن طريق الحركة من الميكانيكيين إحنا ممكن نستغلها لكذا قصة. هولندا كانت بتحتوي على أكثر من 10,000 طاحونة، هلأ بيان منهم 1,100 طاحونة وغايتهم فقط هن للسياح وللمنظر يعني. هون كمان في عينات من بهارات كأنه كان يساووها بالطاحونة. واو 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 واو، منظر فظيع. المسننات كيف عم تدور، كيف عم يحولوا حركة الرياح لحركة ميكانيكية بيقدروا يستغلوها. أكيد هون بنقوا أنواع خشب معينة بحيث تستحمل هالضغط اللي موجود. في بعض العالم بيخلطوا بين الطاحونة وبين العنفات اللي بتولد كهرباء. الطاحونة ما لها علاقة بالكهرباء أبداً يا جماعة، أصلاً الكهرباء كانت لسه ما موجودة لما كان في طواحين. بيصنعوا الثياب الهولندية التقليدية وبيخلوا العالم يجوا لهون يلبسوها يتصوروا فيها ويمشوا. يعني أحسن ما يشتريها الواحد فينه يعيش التجربة، يدفع له كم يورو بيعيش التجربة. والله ما يا جماعة تذكرت أيام بلجيكا، شوفوا الوفل والجوفر والدور. لازم نجرب بس صايم إن شاء الله. الله صايم. Protecting our country from the water management. مثلاً عام 1916 صار فيضانات أدت لإفلاس أغلب مقاطعات البلد وكانت هولندا على حافة المجاعة. هون فكروا كيف بدهم يخلصوا من هالمصيبة، والحل كان إنهم يبنوا موانع مائية أو سدود ويخلقوا قنوات مائية حتى تمشي فيها المي لمسافات طويلة قبل ما تصب البحر. بس قبل ما نسأل كيف انبنت هولندا على المي لازم نسأل ليش. القصة بلشت عام 1932 لما تم الانتهاء من بناء أول سد مع بوابات سفلية للتحكم بمن سوب المياه. وعن طريق ضخ المي من جانب السد الجنوبي للشمالي تم استبدال المي المالحة بمي حلوة جاية من النهر، وحاليا كل هولندا بتشرب مي عذبة من هالبحيرة. وحتى يستعيدوا كلفة بناء السد اللي وصلت لأكثر من 285 مليار يورو، بدأوا ببناء سدود صغيرة وردم البحر حتى يوسعوا الأراضي ويستثمروها بالزراعة والصناعة. وفعلا الخطة نجحت نجاح مبهر وصارت استراتيجية لهولندا، خلتها تكبر بشكل دائم وتصير ثاني أكبر مصدر للمواد الغذائية بالعالم بعد أمريكا. We are very good at engineering and thinking for the future how to protect ourselves from floods. Yeah. It's ridiculous in a way. Why don't we move to another country? But we are as proud. وبما إنه the Netherlands أو البلاد المنخفضة تحت سطح البحر، فهن حاسبين حساب انه بيوم من الايام ممكن يصير فيضانات او يجي البحر يقرب على اليابسة، فمنلاحظ مسافات كتير كتير طويلة بتلاقي فيها سدود او موانع مائية غايتها فقط انه تحمي المناطق من فيضانات المائية اللي ممكن تصير. هذا الشيء خطر عبالهم يساووه بعد سنة 1953. بهذا التاريخ مدينة زيلاند مدينة كاملة غرقت بالبحر ومات فيها اكثر من 1800 شخص. 5 use any drug without police stopping them. Do you do it? I don't see the need. I don't feel the need to do it. Maybe in with friends I share, but it's a social thing, yes. But not for me as a personal. هيك فيها كتير سياح البلد، يعني بتلاقي بقلبها شغلات ما بتلاقيها بأي مكان تاني بالكرة الأرضية. في منها شغلات منيحة وفي منها شغلات مو زيادة منيحة للأمانة يعني. يلا أبو عمير. يلا ومشري قوم. عندهم شغلة كتير ظريفة هون اسمها eat from the wall، يعني كل من الحائط. إذا كنت موظف أو ما عندك وقت أو مستعجل أو شيء بتدفع مصاري وبتاخذ بتاكل وبتضلك ماشي. ظريفة الفكرة عجبتني. ما قدرنا ما نرجع هون يا جماعة. فطور اليوم صحة صحة أبو حميد. We have a despicable history of conquering yes. countries and yeah. taking slaves, yeah. right? You are not proud of this part of history. No, we are responsible of
how we reflected in media about our history. هولندا هي الدولة الأولى عالمية بمتوسط طول. الرجال متوسط طولهم 182 سنتي والنساء 169 سنتي. تخيلوا أنا حاسس حالي هون طولي 60 سنتي، حاسس حالي وحيد الخلية وحياة الله. هلأ أنا قدام أشهر تمثال بهولندا، هذا الزلمة قاعد صلوا من العصر الحجري تقريبا، يعني مرته عم تحط مكياج وحتخلص يعني لهلأ، والزلمة قاعد ليكوها عم تقله بقيان بس الكونتور. بالمناسبة أحسابي كمان على الانستغرام بنشر شغلات ما بنشرها على اليوتيوب، فينكم تتابعوني، رح احط لكم الكيو ار كود هون تبع الانستغرام. تصوروا انه عام 1994 اعلنت الجمعية الامريكية للمهندسين المدنيين انه نظام السدود بهولندا واحد من عجائب الدنيا السبع الهندسية. الهندسة ما وقفت هون، حتى الجسور بتسكر وبتفتح حتى ما تعيق حركة السفن ضمن الممرات المائية او الانهار. الهندسة عندهم اياها فن حقيقي ترفع له القبعة. شوف وين جابني الابو حميد يا شباب. تارا، هون مركز مدينة زاندام، انتل هوتيلز هذا اللي ورانا، تصميمه عبارة عن مثل هاوسات صايرة فوق بعض، فن العمارة، كثير بحبوا يتميزوا بشاو شغلات مجنونة. بعد شوي كمان رح نروح على مدينة روتردام، حنشوف الهاوسات المقلوبة، خليكم معنا. I'm very happy about the kind of liberal approach to using things you like drugs to keep the responsibility with the citizens. هولندا من أكثر البلاد المجنونة اللي بزورها بحياتي كلها، حتى العالم بتحسهم هيك فاصلين ما بعرف شو بهم، بس على أي حال إذا بدك تدخن أو بدك تنام لا تجي على أمستردام، فهمتوا علي مو؟ أنا برجيكم. تصوروا إنه هذا الجسر اللي وراي هو أول جسر بالعالم تم بناؤه عن طريق طابعة 3D. أما بفصل الشتاء الهواية المفضلة بهولندا التزلج على البحيرات والممرات المائية المتجمدة، لازم جربها شي يوم. أوكي. I don't have a TV. So you don't have a TV. That's the reason is that I wanted to start reading more. I have such a pile of books I cannot go away without a book. So the pile is big. So I have to read every day, but I read once a week. لقيت كثير صعوبة لحتى تتذكر، وحتى ما تذكرت بالنهاية أي شو كان عمره لما قرأت أول كتاب عنده. عندها تلال من الكتب بالبيت تبعها وما بتقدر تطلع على برا بدون ما يكون معاها الكتاب. هاي ثقافة عندهم موجودة يعني. حتى أنا انصدمت كثير كمان إنه ما عندها تلفزيون بالبيت، هذا الشيء ما بتعرفه، ومقضية وقتها بدال ما تحضر تي في وتحضرني بتقضي قاعدة عم تهرى. روحوا عندهم أكلة كثير مشهورة هلا بدي أجربها أو بعد الفطور، هي سمكة نية بيمسكوها هيك وبيزلطوها زلط. رح نشتري هي السمكة اللي بياكلوها نية ونجربها بعد الفطور. This is tasty man. It's basically herring, since in the North Sea you have to taste it. You think that but I... you have to taste it in this way. You just take it and take first dip it in the raw onion. Yeah, it's very essential. Okay. And then you eat it like that. هلا مثل ما صار فيني أكل هاي السمكة عليها شوية بصل وكمان هون في شوية مخلل. هاي هيك أصولها تنزلت زلط. بسم الله. طبعا ما بعرف اذا قلتها بس سمك نايم جوا. اللي انت بتحبها ظريفه هي ما بتجنن والله. ما البصل اكثر شيء بتلاقيها طيبه. كمل النص الثاني. يلا نشوفكم اذا اجيتوا على هولندا وحاولوا يقنعوكم الهولنديين انه جربوا هي الاكله وشيء تقليدي وبتنبسطوا هيك، لانه انا من وراهم جربتها ف فهمكم كفايه. اوعى اوعى. Oh yeah, and let me tell you, it's actually my dream to at one day to live on the water, like a real Dutch. If I would like to go to France, you will go to France by home. By home. Not by car. Not by car, not by train. شوفوا ما أحلاهم يا جماعة، قاعدين عم يرسموا هيك، الجو حلو والربيع طالع. ما قلت لكم مثل موضوع التعبير هون، مثل موضوع التعبير بتحس. I can say yeah, it's my first time. No, this is your first time. Yeah. Oh no, it's very very beautiful. Thank you. With this weather, it's the best moment to do that, yeah. I think. مدينة روتردام، مدينة هولندية مجنونة كتير كتير. منكفي الجولة منشوف سوا. هون أشهر منطقة بالمدينة هي The Cubes Houses أو البيوت المكعبة، عاملينها بالمقلوب هيك طلع معه هيك.
قصة هالمدينة مثل كتير مدن بأوروبا تدمرت بشكل شبه كامل بالحرب العالمية الثانية. بعد ما تدمرت اجت مرحلة إعادة الأعمار، وبما أنهم هولنديين مع وحدة بدك تدخن، قالوا لحالهم ليش ما منغير شكل يا جماعة، شو عندكم، تعالوا نغير شكل. قاموا راحوا غيروا شكل بالبنايات، فبعد ما عبت معهم على الأخير قالوا لحالهم يلا يا جماعة قوموا نشتغل. قاموا ساووا كم بناء ما بتعرف راسه من رجليه، تماما بينطبق عليه هذا المثل. هلا هذا حكي بربكم. Have a great rest of the stay. Bye bye. Bye bye. Ciao. وهيك كون خلصت جولتي بهولندا، البلد المجنون الغريب الحلو كتير كتير. أحمدتو شكرا كتير كتير لإلك على كل شيء سويته معنا بهالفيديو. كتير انبسطت بوجودك عمورة، بس اوعى تقلقوا. وانتو أكيد زوروها وأكيد رح تنبسطوا فيها إن شاء الله. كالعادة بشوفكم بمكان جديد بإذن الله، ودعمكم استمرون هون للقاء الجاي بأمان الله. ميرسي، لاف يو.